وخلينا نروح ومعانا تليفون طبعا الكابتن فخر الدين رجحي، ده طبعا اسطوره من اساطير نادي الوداد المغربي والمنتخب المغربي. بنقول كابتن مساء الخير ومنورنا في البيت الكبير. مساء الخير كابتن هاني رمزي، وتحيه لضيفتك وتحيه لجميع المشاهدين الكرام على قناه الاهلي وكل العرب ان شاء الله. كابتن منورنا في البيت الكبير، وطبعا كابتن كبير ومن اساطير الوداد المغربي وعلى المستوى كمان المنتخب المغربي. هاخد بس رايك الفني، انك كنت لعيب كبير، شايف مباراه النادي الاهلي والوداد في نصف نهائي بطوله الابطال على المستوى الافريقي، شايفها ازاي من الناحيه الفنيه؟ وصراحه قبل اتكلم يعني عن مباراه فريق الوداد والاهلي، اظن نتمنى الشفاء العاجل كل يعني مرضى الكوفيد، وصراحة هذا الوباء هو اللي أثر بشكل كبير على يعني مجريات اللقاءات الأول ما بين الزمالك وفريق الرجاء ثم فريق الأهلي والوداد. وكم من مرة سمعنا أنه الكاف يجتمع ويقرر كانت هناك مباراة واحدة ثم يعني ألغيت هذه المباراة كل مرة، وإلا وهناك استماع للسيد أحمد. الحمد لله على أنه في الأخير اتخاذ قرار اظن كان صائب، وهو يعني اجراء المباريات في موعدها بمباريتين يعني ذهاب واياب. ذهاب واياب مظبوط، حتى تكون الحظوظ يعني متوفره لكل الانديه، لا فريق الوداد والاهلي ولا فريق الرجاء وفريق الزمالك. من حيث سؤال كابتن هاني رمزي يعني التقنيه، حيث تقنيا بالنسبه للفريق الوداد اظن لا فريق الوداد ولا فريق الاهلي ولا كل العالم كله عاش يعني اربعه اشهر او خمسه اشهر بالكوفيد، يعني فترات صعبه على الجميع على كل العالم. ايوه اثر بشكل كبير على العالم، لكن اظن انه العالم اتفق قبل انه اجريت هناك مباراه اكملت يعني في دوريات في اوروبا عكس يعني فرنسا وبعض الدول العربيه. اظن انه مصر او الجهاز يعني المكلف بالكره في مصر وحتى الجهاز هنا في المغرب استطاع ان يكمل يعني الدوري رغم الاكراهات التي عرفها الجهاز يعني المكلف في مصر او حتى هنا في المغرب، لكن الحمد لله اقول انا انه المشكل الان اللي مطروح هو اجراء هذه المباراه صعب تكهن بالنتيجه، لا من حيث الفريق الاهلي ولا فريق الوداد. فريق الوداد ابعد دخوله يعني رجوعه للمباريات بعد التوقف اللي دام اكثر من خمسه اشهر، يظهر الان بمستوى دافئ من اشتغال كبير ينتظر يعني اللاعبين والمدرب. لسه معانا على التليفون كابتن؟ طيب نشكرك شكرا جزيلا كابتن. طبعا هو بيتكلم على الموضوع، طبعا كان في يعني طبعا الحالات بتزيد بشكل كبير، ظروف استثنائيه، وكنا عايزين نطمن صراحه على يعني باقي الفرق والفرق اللي هتلاعب ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه في دوري ابطال افريقيا، بس كنا عايزين نطمن بشكل عام منه عن الحالات والمصابين. هل النهارده في ارتفاع لحالات المصابه في بين صفوف اللعيبه ولا لا؟ بس يمكن التليفون فصل، هنحاول ان احنا يمكن نحاول مره ثانيه كمان عشان نعرف كمان ردود الافعال يعني ردود الافعال، وان شاء الله نجيبه على التليفون ونعرف منه اخبار اكثر باذن الله. طبعا معروف انه يعني على مدار التاريخ مواقف النادي الاهلي، وده بيثبت كل يوم او يوم بعد الاخر انه البيت الكبير بافعاله مش بأقواله. وخليني بقى أقول أنه باقي خلاص مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد التعديلات اللي أقرها الاتحاد الأفريقي. النهاردة يوم 16 أكتوبر هيلعب الزمالك مع الرجاء في المغرب، ده في مباراة الذهاب. مباراة الإياب إن شاء الله هتقام يوم 23 أكتوبر في هنا في القاهرة. النهائي إن شاء الله اللي بإذن الله الأهلي هيكون طرف فيه، النهائي هيتلعب يوم 6 نوفمبر اللي جاي. فبإذن الله نحتفل هنا معاكم بالتتويج بالأميرة الأفريقية في البطولة. الكونفدرالية بقى هتكون يوم 19 أكتوبر، هيلعب نهضة بركان مع حسينية أغادير. يوم 20 أكتوبر بيراميدز هيلعب مع حورية الغيني.
والنهائي خلاص هيكون يوم 27 اكتوبر الشهر الجاي. طبعا التواريخ كلها اتعرفت بشكل كبير، وزي ما بقول لك طبعا ما فيش شك ان المباريات كلها صعبه. يمكن الكابتن كان موجود معانا بيقول ان المباراه على المستوى الفني المباراه صعبه للفريقين طيب معانا رجع التليفون تاني. كابتن فخر الدين مساء الخير تاني. تحيه لك، تحية لك كابتن هاني وتحية للسنيرة. أهلا بيك كابتن فخر الدين. كنا عايزين نطمن يعني من خلال حضرتك ما بين صفوف اللعيبة، هل في حالات زيادة في موضوع الكورونا بشكل عام؟ طمنا كمان على أشقائنا في المغرب يعني. لا الحمد لله الآن الأمور فريق الوداد أزرق كان بعد يعني غياب يعني على مباراتين بعد إصابة بعد اللاعبين في الفريق. الحمد لله الفريق أزرق مباراة أمس ضد فريق الجيش الملكي وتعادل يعني خارج الميدان. كل اللاعبين الذين كانوا مصابين رجعوا الحمد لله بالسلام، ومنهم اللاعب الحداد الذي سجل الهدف، وهناك لاعبين اخرين حضروا في يعني في المباراه. اليوم الحمد لله حتى لحد الساعه كل اللاعبين الان في حاله جيده، ولكن يجب يعني انتظار، لانه انت تعرف كابتن هاني وسمير انه اللاعب بالاصابه بالفيروس لازم يعني يخضع لتدريب معينه، وكل هذه الاشياء يكون عندها تاثير باللاعب. لكن حتى اظن انه فريق الوداد بدا يسترجع بعض اللاعبين، هناك لاعبين اخرين مصابين. حتى تاجيل المباراه كان صالح فريق لما وضعوا لي السؤال، اظن كنت موافق على انه المباراه كانت تاجيل كان في صالح فريق الوداد، انه خصوصا نعرف عن ان الفريق عنده لاعبين مصابين، وحتى كما ذكرت السميره سميره انه هناك لاعبين كانوا مصابين بالكوفيد. كم عدد المصابين بين صفوف اللعيبه كابتن فخر؟ كيف؟ كم عدد المصابين بين صفوف اللعيبه؟ والله لما اكثر من 10؟ لا ما لهمش. أقل. لا 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 هو لا أضل. لا هو اقل اقل ما لهمش. لا يعني احنا نتمنى يكون يعني زي ما بتتكلم انت كابتن، احنا كلنا كنا نتمنى يعني المباراه تقام في ميعادها، لكن ده اعتقد يعني خلينا اخدك في جزئين. الجزء الاولاني ان اعتقد التاجيل في صالح الوداد وفي صالح النادي الاهلي، عدد الاصابات اللعيبه بتبدا تخش تاني في الفورمه، ده شيء ايجابي للفريقين. لكن عايزك تعلق لي على يعني ردود افعال الشارع المغربي بعد موافقه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي قال ان طبعا المصلحه العامه وعلاقتنا مع المغرب هي دي الاهم حتى خارج نطاق المنافسات على المستوى الكوره، لكن علاقتنا دايما مع اشقائنا دوله المغرب دي هي الاهم. وردود افعال حضرتك وردود افعال الصحافه هناك على قرار النادي الاهلي اكيد بالموافقه على تاجيل المباراه. يعني اظن دائما الفرق المغاربيه او شمال افريقيا عندما تتكلم على فريق من الجزائر او من تونس او من يعني مصر، دائما هذه اللقاءات تكون مباريات وكانك ديربي. صحيح مباريات ديربي، لانه هناك تشابه في طريقه اللاعب، تشابه في طريقه يعني كل اشياء، وكل فريق يريد دائما ان ينتصر الفريق الاخر. ليس المره الاولى التي سوف يواجه فيها فريق الوداد فريق الاهلي، ولا حتى الاهلي ليس المباراه الاولى سوف يواجه فريق الوداد. الشارع المغربي الان الحمد لله وهو بعد يعني الاصابه بالكوفيد وبعد هذه كل القرارات التي كانت تتخذ، مره سوف تؤجل في مباراه واحده، ليس هناك مباريات، في بعض الاحيان نسمع انها ممكن يعني توقيف هذا كيبول كاس افريقيا، لكن الحمد لله هذا القرار كان صائب بالنسبه لا فريق لا فريق الوداد ولا فريق الاهلي. وحتى نشكر يعني الكاف على الاجتهادات التي اخذ احمد وكل المساعدين الشيخونين معه. فسوف ننتظر مباراه قويه يعني ككل المباريات التي يواجه فيها فريق الوداد النادي الاهلي، لن تكون مباراه هناك سهله. حتى ولو اقول ممكن غياب الجمهور على هذه المباراتين هو الذي سوف يؤثر، انه تعودنا كثير على انه دائما فريق الاهلي لما يستقبل فريق الوداد يكون هناك يعني جمهور غفير. نفس الشيء بالنسبه لفريق الوداد، بالنسبه لانه فريقين كبيرين، فريقين عندهم مرجعيه
كرة قدم فريقين عالميين حائزين على عدة كؤوس عدة ألقاب، فهذه كلها أشياء تجعل من هذه المباراة مباراة قمة ومباراة يعني أنا أظن نهاية قبل النهاية. نهائي مبكر مع احترام طبعا لفريق طبعا الرجاء والزمالك. لفريقين كبيرين صحيح هما الزمالك وفريق الرجاء. صحيح صحيح كل التوفيق طبعا. أنا أظن كابتن مهاني أنا أظن أنه كل الجماهير المصرية تتمنى المصري نفس الشيء احنا في المغرب حقيقي طبعا انا اتمنى يكون هناك لا يعني حق مشروع حق مشروع حق مشروع طبعا يعني كلنا طبعا نتمنى في مصر يكون النهائي ما بين الاهلي والزمالك، لكن طبعا نفس الشعور بالنسبه لكم تتمنوا طبعا مغربي خالص طبعا مغربي خالص احنا نتمنى التوفيق طبعا للوداد، لكن نتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي والفوز مش في قبل النهائي بس لكن كمان في المباراه النهائيه باذن الله. كابتن بنشكرك شكرا جزيلا والتوفيق وتحياتنا لشعب المغرب كله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك.